أهلا بكم من جديد. إذن العالم يعبر من العام 2023 إلى العام 2024، مستصحب كثير من التحديات وكثير من العقبات التي واجهت العالم في العام 2023، لكنها لا زالت ماثلة. طبعا ليس يعني بالإمكان تجاهلها، وبالتالي أتوجه إلى نادية البلاسي محلل الأسواق في إيكويتي جروب في هذه الأثناء، نقرأ يعني ما تيسر. وبعد التحية نادية، دعينا نقرأ في محضر الاحتياطي الفيدرالي في 12 و13 من هذا الشهر، والذي كان فيه يعني تفاؤل حذر. دعينا نقول لم يمنحنا الاحتياطي الفيدرالي أي مؤشرات لمسألة التخفيض، لكنه أبدى بعض التفاؤل. كيف تقرؤونه؟ اهلا وسهلا. طيب طبعا يعني لم يعطينا الاشارات الكافيه المحضر يوم امس يعني من شهر ديسمبر، ولكن يعني اعطى بعض التفاؤل بشان التضخم الذي بالتاكيد يعني يكون ضعيف الان ويبتدي ان يضعف الى التارجت 2%، يعني هو لسه طبعا فوق التارجت، بس ممكن ان نبتدي ان نشوف يعني تراجع في التضخم طبعا الى المستويات الذي الفدرال يريد. ولكن الماركت تتوقع يعني تخفيضات بنسبة 6 يعني 6 تخفيضات، ولكن الفدرالي يعني يتوقع 3، فهذا يعني يعني في اختلاف بين الفدرالي وتوقعات الأسواق، لذلك نشهد الآن معنويات في السوق شوية يعني ضبابية اهدت يعني exactly. في الأسواق الآن، والمعنويات طبعا تراجعت في هذول اليومين، ولكن الدولار يعني يستعيد قوته، طبعا هو يعني عن ذروته منذ أسبوعين، ونشهد بعض الأصول يعني الأخرى هي بدأت أن تتراجع. جيد. أيضا جيد، يعني عندما يستمد الدولار قوته الذهب يراقب ذلك بشيء من الاهتمام باعتبار العلاقة الكلاسيكية بينهم، وإن كان الذهب في العام 2023 خاصة في خواتيمه يعني نفذ بعض الشيء من قبضة الدولار وعمل شغل لحاله، مستفيد من كثير من الظروف والمعطيات. هل ستستمر هذه العلاقة بهذا الشكل الحاد في 2024 على الأقل في هذه البدايات الضبابية، أو أن الذهب من الممكن أن يجد فرص أخرى أيضا للتألق بعيدا عن قبضة الدولار؟ طبعا يعني توقعات الذهب ل 2024 يعني تبقى مستمرة في الارتفاعات، طبعا مع يعني التوترات الجيوسياسية، هذا أولا شيء جدا قوي وتترقبها الأسواق بشدة، وأيضا مع تراجع الدولار الذي يعني رأيناه في السنة يعني last year، وطبعا في ظل البيانات الاقتصادية التي تأتي في يعني فيها ضعف متزايد، ونرى أن في تراجعات كبيرة لهذه البيانات وضعف الاقتصاد النمو الاقتصاد في حول دول العالم، وطبعا تراجعات التضخم، لذلك يعني في فرص كبيرة على الذهب، وأيضا البنوك الكبيرة يعني تصرح هذا الشيء أنه ممكن جدا أن تستمر هذه القفزة في أسعار الذهب خصوصا مع تراجع كبير للدولار. نعم نادية، ما هي طبيعة الإشارات التي تأتينا من أوروبا والمنطقة الأوروبية والصين على وجه الخصوص وإسهامها في تشكيل هذا الواقع؟ يعني طبعا بما يخص أوروبا لسه في التضخم مرتفع، يعني فينا نقول أنه لسه مرتفع، وفي طبعا مخاوف ركود يعني شديدة من أوروبا، وأيضا في بيانات من ألمانيا جاءت أمس، ويعني كان في تباين في هذه البيانات من ألمانيا بما يخص النمو الاقتصادي، وطبعا المانيفاكتشرينج بي ام ايز التي أيضا جاءت يعني نوعا ما مرتفعة، فأعطت بعض التفاؤل لأوروبا، ولكن لكن طبعا يعني لا نستبعد الركود الاقتصادي لأوروبا، وأيضا الصين ما زالت البيانات الاقتصادية تأتي بضعف، ويعني نرى أن الأسواق الآسيوية أيضا مع يعني خفض التفاؤل في وول ستريت، أيضا الأسواق الآسيوية لسه في تراجعات منذ بداية السنة. نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب، دائما شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طيب.